هذا المعبر شقه السكان المحليون لقرية بن عمروس ببلدية الشرايع غربي يسكيكدا غدا استقلال البلاد، وظل على هاته الحال المزرية إلى اليوم، وظلت معه التنمية المحلية تنمو على خطى هاته السلحفات، أو ربما السلحفات أسرع. خدمناها في سيسي الفو، خدتها طونوبيل ما تحرك لنا، خدمناها بالمعاونة هذه بالصوار متاع الدنيا. من تما واحنا نجريو ما عرف كاش، ما كان والو ساهل. وهذه بينا فيها في الستينات بالبلا والبيوش، من هين حتى لبني عمروس كامله بالبلا والبيوش. قرية ساحرة تقع على ضفاف البحر الأبيض المتوسط أسفل رأس بوغارون، حباها الله بطبيعة فاتنة، ولكن الغبن والحرمان حولاها إلى سجن كبير في حضن الطبيعة. ب 80 و 100 وما يوصلكش على جال الطريق. حنا روحنا للبلدية دومندينا النقل المدرسي، قال لك ما عندكش طريق. للتلاميذ حكاية مع الوصول لمدارسهم، وللمرضى والحوامل ألف حكاية وقصة. المرأة نتاعي بدات خطرة معها، كاين السوكس وكانت ماشية هكا يدرك ما عليها، ما كانت ما كاش بكل مع السوكس وكل، وصلنا لتمنى زيدت لي المرأة التم، وكاينة واحدة بعد منها لي من تمنى لي شوية صارت لي تروافو. سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات لسكان قرية بن عمروس انتهت بإعلان مصالح بلدية الشراي عن مناقصة لشق الطريق، ولكن بعد أن قضى هذا الرجل عمره بالكامل مشيا على الأقدام.